60 يوم طبعا يشترط ان يكونوا متتابعين كان يكون تخللهم مثلا عيد الاضحى فهل كده كان لم يكن يعني رجل مثلا صام 40 يوما مثلا فجاه تخلله عيد الاضحى معروف المفروض ان هو ما يعرف انه ما يجيش في الايام اللي زي دي ويدخلها والصيام بعدا عن ذلك الافضل كده يجوز ان هو يصوم ليه؟ لانه يجوز ان هو يصوم ايه؟ يصوم عيد الاضحى لان دلوقتي هو ده فرض والعيد سنه ولذلك الرجل مثلا اللي عليه هدي في الحج نعم والهدي ده ايه؟ الصيام صيامه 3 أيام في الحج وسبعة اللي إذا رجعت قالوا يصوم يوم عرفة بس ده في الحج اي حضرتك بتقصد كده اللي عنده الهدي عليه الهدي وما قدرش يهدي فإنه بيصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى الرحال أو إلى الأوطان يبقى إذا الرأي اللي بيقول إن صيام يوم العيد ده حكمه حرام نقدر نقول مردود عليه لا المسلم فيه محترز هنا أنت قلت ده هي كل الناس عليها كفارة أيوه في احتراز نعم في احتراز شكرا رضي الله عنك يا مولانا بارك الله فيك